سقط ما لا يقل عن 7 جرحى أثناء تفريق ميليشيا الانتقالية المدعومة من الإمارات احتجاجات مطالبة بتوفير الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن. في غضون ذلك داهمت ميليشيا الانتقالية المدعومة من الإمارات منازل المواطنين في عدن على خلفية الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات. وقالت مصادر محلية إن قوة أمنية من الميليشيا انتشرت في أحياء مختلفة بمديرية كريتر وداهمت منازل عدد من المواطنين، كما اختطفت 6 منهم على الأقل بتهمة إثارة الشغب في المدينة. هذا وتجددت الاحتجاجات الشعبية لليوم الثاني على التوالي في عدن تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية. وأفادت وكالة الأناضول الدولية أن مئات المتظاهرين قطعوا شارع الملكة أروى في مدينة كريتر، فيما أغلق آخرون نفق القلوعة بمدينة التواهي وأشعلوا فيها إطارات السيارات، ما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة. وطالب المحتجون بتوفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء التي تشهد انقطاعا متكررا خلال الأيام الماضية، كما طالبوا برحيل المجلس الانتقالي وتحالف السعودية والإمارات، وحملوهما مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المدينة. يا ابني ولا اخوي يا حبيبي الشعب جوع، لا قدرنا نوصل راشن، لا قدرنا نوصل بترول، لا قدرنا نوصل كهرباء، لا قدرنا نوصل ماء. الشعب فاض، لا نشتي نادي ولا هذه، لا نشتي جنوب ولا نشتي شرعية ولا نشتي انتقالي، نشتي الحيش، نشتي ناقل. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. قول يطلع ب 25، عبد الله صليت ب 25، راتبي 30 من البريد وحاضر حق امي. برع برع يا خروج، 30 بيت اوديها، 30000 وقهي 6 قهال، 1 ثانوية، 1 7 و2 صفوا بابر. بعض الاوقات نرقد بلا عشاء والجماعة يهبونا ويضربوا بالله. يتم تقفيل الشارع عند البنك الاهلي على الغلاء، على الرواتب، ما فيش رواتب ولا في الغلاء. روح شوف الدب الصليب كذا يقول لك 6000 7000، السكر، الرز، اتقوا الله يا ناس. فين الحكومة؟ فين الشرعية؟ فين الانتقالي؟ كذابين ولا سووا لنا حاجة؟ شوفوا الناس كيفها؟ خلاص الناس بقرات بقرات،